هابي نيو يير هابي نيو يير كانوا كتار الامنيات امبارح؟ يعني اكيد كل سنه بيبقى عندنا امنيات كتيره بتمنى ال ال السنه الجديده لكل حد في الوطن العربي ان هو يعيش بحريه وسلام ما يضطرش يسيب بلده بسبب قهر او ظلم او او حرب وعلى المستوى الخاص بتمنى يعني ربنا يديم عليا وعلى اهلي نعمه الصحه والستر ورضا ابويا وامي عني دي اهم حاجه في الدنيا يعني اكيد تجنني إلا... النهارده انا قلتها كتير بس انت ما فيش حل فيكي مضطرين <applause> نقعد نقولها بقى ثانك يو <applause> امير كيف كان مرور النومينيز برايك الليله دينا فيها ميزه ادائها بيتغير مع كل اغنيه يعني لو اغنيه شقيه بتلاقيها شقيه لو جد بتبقى جد حتى في الاغنيه الواحده النهارده بتمثل بعض الكلمات يعني في كلمه معينه بتعمل ادائها غير الاداء الثاني انا راضي عن ادائها بنسبه 100% النهارده وكتير كنت ببقى راضي عنها بس يعني دي اول مره اعلق على ادائها برافو يا دينا ايهاب ازيك ايهاب إيهاب في برضه ميزة كبيرة جدا في إيهاب إن صوته غير إن صوته حلو وإمكانياته كبيرة وصوته قوي صوته مميز فيه بصمة يعني الناس هتعرف صوته في المستقبل إن شاء الله من غير ما يبقوا شايفينه ودي أهم حاجة أنا بشوفها في المطرب في مطربين بيبقى صوتهم حلو ويتوه وسط الناس ما نعرفهمش أغنية النهاردة كان فيها مطب وحيد بالنسبة لي الجزء اللي كان فيه واطي قوي وكان فيه رينج بين أوطى نوتة وأعلى نوتة طالما ما حسيناش بيه هو اتعامل معاه بذكاء يبقى قدها برضه بشكل جيد أه هما الاثنين انتوا جامدين اهاب كمان بالذات سنه صغير قوي بس انت مطرب كبير برغم يعني صغر سنك وحد فيكم للاسف هيمشي بس بنحبكم جدا انتوا الاثنين امير وين اهميه انه الفنان يرجع ولد صغير؟ بس هاجي معاكم الاول دي اهلا وسهلا فيك منه. كلنا بنروح <applause> اوكي اي اي بني ادم في جواه طفل صغير بيبان ده شويه في الانفعالات القويه يعني الواحد لما يفرح قوي ممكن يبكي لما بيخاف قوي بيصرخ او بيهرب او بيجري دي كلها تصرفات طفوليه ليها صلة بالإبداع طبعا والفنان لازم كل شوية أو المبدع بيحتاج يعمل ريفرشمنت زي اللي مروان عمله كده وكان نتيجته كويسة أدى بشكل جيد جدا وإحنا هنعمل بقى إن شاء الله زي ما اتفقنا السنة الجاية سوا كلنا الموضوع ده إن شاء الله الله